اهلا بحضراتكم من جديد. كنا قبل الفاصل بسال مجدي عن اصعب حاجه كتبتها او يعني كنت حامل همها. انا عارف هتقول لي ايه طبعا. اكيد سان داونز اكيد اصعب المواقف طبعا انك تبقى بتغطي ماتش وتخسر بطوله او تخسر والمكسب والخساره وارد في الكوره. ماتش الخمسه بتاع سان داونز ده يعني الواحد شغال ومش قادر. انت عارف ان انت دايما هدفك البطوله غايب عننا بقى فتره. انت كمان بتواجه الجمهور الحقيقي بقى بالظبط. انت كلامك الجمهور الحقيقي مستنيه. ببقى عايز اتفاعل معاهم تمام وارد عليهم تمام. بس ما بيبقاش فيه امكانيه يعني